وفي ردها على تصريحات الرئيس الصيني قالت حكومة تايوان إن الشعب التايواني هو من يملك حق تقرير مصيره، مشيرة إلى أن نظام تايوان الديمقراطي ركيزة أساسية للجزيرة، ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان التي تتمتع بنظام ديمقراطي وبحكم ذاتي إقليما منشقا يمكن أن تستخدم القوة للسيطرة عليه إذا لزم الأمر.